يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمحاولات جنائية لقلب نتائج انتخابات عام 2020. وجهت إلى ترامب اتهامات جنائية للمرة الثالثة في 4 أشهر، هذه المرة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. يمثل اليوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن للاستماع إلى الاتهامات أو لائحة الاتهامات التي وجهها إليه المدعي الخاص في قضية أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير عام 2021. هذه الاتهامات والتي تتضمن التآمر على الدولة الأمريكية، التحريض على العصيان، نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك تعطيل عملية الانتخابات أو تعطيل عملية ديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، اتهامات قد تصل أو يصل مجموع الأحكام فيها إلى 20 عاما في السجن. هذه الاتهامات حتى الآن ستتضح بشكل أكبر خلال إجراءات المحاكمة اليوم. محامو ترامب وفريق الدفاع سيكون حاضرا معه في هذه المحاكمة. فريق الدفاع تحدث عن أو سيدفع بمسألة حرية التعبير وحرية الحديث، حيث إن ما قاله ترامب قبل أحداث 6 يناير يدخل في إطار حرية التعبير، وأنه ليس دافعا لأنصاره كي يقتحموا مبنى الكابيتول، وأن ترامب ليس مسؤولا عن هذا الاقتحام، المسؤول عنه هو من قاموا به بالفعل، لأن هذا ما دفع به المحقق الخاص في هذه القضية جاك سميث، وقال إن ما ردده ترامب بشأن تزوير الانتخابات عام 2020 هو ما دفع أنصاره إلى اقتحام مبنى الكابيتول أو مبنى الكونغرس الأمريكي، وأن ترامب بذلك يصبح ضالعا في عملية الاقتحام، وهذا ما عكس ما سيدفع به المحامون الذين سيدفعون بمسألة حرية الحديث وحرية التعبير. أيضا من الأمور المتوقعة في هذه المحاكمة أن ترامب سيستمع إلى لائحة الاتهام، ولكنه لن يقر بالذنب في هذه الاتهامات، وستكون هناك أيضا فرصة بعد ذلك للنظر في هذه القضية من قبل فريق الدفاع الخاص بترامب قبل الذهاب إلى مرحلة جديدة من مراحل التقاضي في هذه القضية.